خليت النادي حلو جدا، وانا اشكر حضرتك شكر كبير. وكنت بحب النادي، بس اول ما حضرتك جيت ظبطته قوي، والناس بقت بتتكلم عن النادي كلام حلو. مبسوط النادي دلوقتي؟ انا مبسوط النادي دلوقتي قوي. احسن نادي عندك في نظرك؟ بقى احسن نادي عندي، ما بقتش بروح نادي غيره اصلا. انا فرحان انك كتير كمان اليوم. السنة ايه؟ السنة رابعة. بابا شغال ايه؟ بابا مدير مركز. ساكن فين؟ انا ساكن في شارع الغرب. ساكن في النادي؟ تمام. كنت باجي كل فين وفين يعني. بس زي كل جمعة كل أسبوع كده. وطبعا لما أنا خدت الأجازة لازم أجي كتير يعني. إن شاء الله. إيه ناقصك في النادي؟ لا ولا ناقصني حاجة، كل حاجة حلوة. الحمد لله.